كما أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ضرورة العمل على صياغة استراتيجية للتعاون الجزائري المصري على الصعيدين العربي والأفريقي. وأضاف الرئيس الجزائري على أن هناك توافقا تاما في وجهات النظر مع مصر إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك. تطرقنا إلى البعد الجيوسياسي الإقليمي الإفريقي والعربي على وجه الخصوص، وسيبقى هدفا متجددا في استراتيجية التعاون الجزائري المصري الإفريقي والجزائري المصري العربي. محادثتنا التي شملت مجمل القضايا المطروحة في المنطقة، سواء كانت المنطقة العربية أو المنطقة الإفريقية، والتحديات التي تواجهنا إقليميا ودوليا، خلصت إلى توافق تام في الرؤى ووجهات النظر، وإلى ضرورة مواصلة التشاور وتوسيعه تمهيدا للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر، والتي أسعى مع أخي عبد الفتاح السيسي والإخوة القادة العرب إلى إحاطتها بالأسباب التي توفر أرضية مشتركة.